أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخطر ما وقع في لقاء كرسيك أو قمة كرسيك أو ميد سبعة التي تجمع كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال ومالطا والإدارة القبرصية أو قبرص ثم اليونان. هؤلاء السبعة اتفقوا على بروتوكول رقم 3 تحت بي، وفيه محاصرة المخابرات التركية وطرد أغلبها، أغلب المكاتب للعمل التركي فوق الأراضي الأوروبية. وهذا الإجراء بدأ من النمسا عندما طاردت بشكل مباشر عناصر من المخابرات التركية التي تراقب الكردية، وهو ما يسمح في خطوة متقدمة إلى مراقبة ما يسمى بالنشاط التركي الذي تقول عنه الصحافة اليونانية وبجرأة نادرة إنه باتجاه الدولة. فمنذ 12 شتنبر من الحزب الكردستاني، الاتحاد الكردستاني، أصبح هناك عبر مجلسه التنفيذي رأي مباشر لأن فوضى، هكذا، فوضى الشرق الأوسط ستسمح بإيقاظ الدولة الكردية أو إعادة الحلم الكردي، وبالتالي فإننا أمام ترتيب خطير جدا. فبالنسبة للصحافة اليونانية، نحن أمام إدراك كبير بأن ما ستعيشه تركيا في المستقبل القريب هو حرب أهلية. يقول المقال في عنوانه: تركيا هل تتجه إلى حرب أهلية؟ آلاف السلفيين يستعدون لحمل السلاح ضد أردوغان. إذن جبهة كردية وحرب أهلية عبر آلاف السلفيين المستعدين لحمل الرشاشات. إنه مخطط أردوغان من جهة، لأنه هو الذي حاول الاستفادة من السلفيين في بعض الأحيان، لكنهم اليوم هناك وقود لسيناريو حرب أهلية في اليونان عبر المسلمين اليونانيين. فإن لدينا خطة لدعم حرب بآلاف الإسلاميين المتطرفين غير المعروفين. إنها، تقول الجريدة، تطورات خطيرة تجعل آلاف الإسلاميين الترك من الحركة السلفية يتزودون الآن ب2300 من الأسلحة الرشاشة على أقل تقدير. أحمد محمود من صوفية النقشبندية يتهيئ لشيء خطير في الداخل. الشيخ المسمى لانلو يدفع منظمات إلى التسليح. هناك 2000 جمعية سلفية مزودة بالرشاشات. أحمد محمود لانلو تحدث في برنامج أحمد هاكان: هناك أيضا سلفيون مع أردوغان، مما يعني مباشرة إشعال الحرب الآن وليس غدا. هذه المفاوضات التي حدثت في كورسيكا بين المخابرات الفرنسية ونقل السلفيين للتدريب في معسكرات المهاجرين في اليونان. هناك اليوم 350 عنصرا من الإسلاميين المتطرفين في المخيمات، من أرادوا ويستعدون حاليا لهذه الحرب المقدسة ضد من السلفيين إلى الإخوانيين بين قوسين، لأن هناك من السلفيين من يكفر الإخوان. هذا خطير جدا، وهذا ما يعتقد بأن مشاركة أنهم شركيون وبدعيون في بعض الأحيان وغير ذلك، بمعنى أن الديمقراطية مرفوضة عند هؤلاء وأن الحرية أيضا مرفوضة. السلطان هو الذي يجب أن يقود الأمة ولو كان فاجرا، ولو كان إلى آخر هذه الأدبيات المعروفة التي تسمعونها يوميا. إذن بالنسبة لليونان، هي اليوم تخطط عبر ماذا؟ ليس هناك الفرنسيون الذين يقاتلون اليوم بين قوسين سلفيين
جهاديين في براخان. هناك تسوية بين المخابرات الفرنسية وأعضاء ينتقلون على صفة على أنهم مهاجرون ويقتحمون الحدود المشتركة في هذه اللحظات من أجل عمل عسكري أو عمل مسلح وقتالي في المناطق الحرجة في الحدود. فإن كان الأتراك حسب نفس الجريدة ينشرون صواريخ اس 400، فإننا نحن لدينا، وهذا التعبير أيضا لاس أخرى هي المسخ أو تعبير المذبحة. نحن ننتظر أن تكون هناك مذبحة بين السلفيين وما بين المحسوب على الإخوان ويقصدون أردوغان تماما. عندما تصل الأمور إلى لحظة حاسمة يطلق على مخطط السلفيين ضد أردوغان بالصفاج، وهذه الكلمة تقصد تماما المذبحة. إذا يريدون وقوع مذبحة بين السلفيين وما بين أردوغان في هذا المخطط الذي تقدمه فرنسا، وبالطبع هناك الإمارات العربية المتحدة الحليف الطبيعي في هذا الحلف. فليس فقط هناك اللعبة بالورقة الكردية التي بدأت من النمسا وتواصلت، تقول جريدة يونانية بتفصيل مسهب أن التحول حدث ما بعد 12 سبتمبر. هذا اليوم سيعتقد أنه تاريخي بالنسبة للمجلس التنفيذي للاتحاد الكردستاني. إذا كاسيكا أو الاتحاد الكردستاني خلق حملة في قلب الفوضى الحالية في الشرق الأوسط للوصول إلى دولة كردية. إن العمليات الخاصة للبيكيكي يجب أن تتوجه مباشرة للتخلص من شخص أردوغان. العمليات اليوم للحزب الحزب العمال الكردستاني PKK ستذهب مباشرة إلى رأسه. إنه حكم بالإعدام تماما كما يريد هؤلاء. أخطر من كل ذلك، فقد خصصت المخابرات اليونانية 5 ملايين دولار من أجل الحملة الكردية من أجل الدولة. هناك هدف خاص، تقول الجريدة بالحرف، هدف خاص بارد للأكراد ضد أردوغان، والوصول إلى دفع الجيش التركي إلى عمل مذبحة. هذا هو المهم، بين السلفيين وما بين الإخوان من جهة، أو عمل مذبحة مباشرة. لكن الأهم من كل ذلك وضرب التحالف الحكومي بين الاي كي بي او حزب العدالة والتنمية والام اتش بي حزب الحركة الوطنية، وايضا وهذا الخطير وتقوله بالحرف ارجينيغون اليمين المتطرف الذي حول التظاهرة الى حرب. وهذا ما يجب ان يكون، لان المهم بالنسبة لهذه العملية بالاساس فهي اليمين المتطرف اليوم هو إلى جانب أردوغان في الحرب على اليونان وفي هذه المؤامرة بين قوسين العالمية أو الحرب العالمية الثالثة ضد أردوغان. يقول الأكراد أنفسهم في التحالف الكردي أو الاتحاد الكردي، يقول بالحرف حسب بيانه، إن هناك حرب عالمية ثالثة في منطقة الشرق الأوسط تؤهل إلى دولة كردية. بالحرف. إذن يجب استثمار فوضى الشرق الأوسط وشرق المتوسط لأنه جزء من المنطقة، وبالتالي فإن المخابرات الفرنسية اليوم التي تعمل من براخان إلى منطقة شرق المتوسط وإلى الحدود اليونانية التركية، اليوم لن يكون هناك فقط سلفيون باتجاه داعم من طرف الإمارات العربية المتحدة لتقديس السلطان أو القائد أو الآمر، إنما هناك تفصيل آخر، هو أن المنطق السلفي لو أخذنا به لوجدنا به أن بالنسبة لأردوغان هو سلطان أو أمير أو أيا كان،
وهو غير متغلب، تغلب بصناديق الاقتراع وليس بفعل القوة. إنما الذي يجب عند هؤلاء هو أن تكون الغلبة بالقوة. وحتى هذا فلديه أيضا مخابراته ولديه جيش، ما خصوصا ما بعد الانقلاب أصبح أيضا هو رجل يعني دعم بشكل كبير جدا حكان فيدان. هناك ارتفاع كبير في العمليات المخابراتية التركية إلى حدود 2.2 مليار دولار من أقدر وأغنى المخابرات الموجودة في أي بلد في الشرق الأوسط. إذا بالنسبة لهذه المخابرات فهي لديها أيضا أدواتها، وبالتالي فإن محاولة المنع للمخابرات التركية وطرد كل عناصرها وتصفيتها، إلى درجة أنه عندما تكون المخابرات الألمانية قد سلمت معلومة خطيرة للغاية، هو أن أكثر من 7215 ضابطا تركيا يعمل فوق الأراضي الأوروبية على الأقل في التي تعرفها ألمانيا. فإننا أمام ترتيب خاص أيضا يبدأ من النمسا. وهذه الظاهرة، يعني أن هناك ظاهرتان، الظاهرة الأولى هي الظاهرة الألمانية النمساوية، وهي تحدد العمل بالنسبة للمخابرات التركية، لأنها حتى تسمح بالأساس بعمل الأكراد. وعندما سيعمل الأكراد فهم سيعملون ضد أردوغان، وبالتالي فإن المسألة إثنية، الورقة إثنية بين الكرد وما بين الترك في هذه الناحية. وهذه لعبة المخابرات الألمانية وضواحيها أو وتخومها، خصوصا النمسا وغيرها. إذا هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للجنوب، فإنه يفكر بمنطق آخر، هو استغلال الورقة السلفية واستثمارها من خلال الحليف الإماراتي، وأيضا من طرف المخابرات الفرنسية التي لديها دربة عالية في مواجهة هذا التيار، وأيضا في التحالف معه أو في الحوار معه حسب صفقات محددة. لأن كما يظهر تماما بالنسبة لبراخان، لم يعد هناك قطب، لم يعد هناك هذه المواجهة المفتوحة التي كانت من الجزائر وقيادتها جزائرية، ونجحت حرب المالي في انتقال أغلب عناصر الجزائرية وبالإضافة للمغاربية إلى هذه المنطقة، أي منطقة مالي. فأصبحت الحرب حرب مقدسة في مالي، لأن كانت قد أعلنت هناك دولة، وهنا تدخل الفرنسيون من أجل إجهاضها تماما كما أجهض في الجزائر مسلسل 92 خوفا من دولة إسلامية، 1992 خوفا من دولة إسلامية في الجزائر. إذا نفس المخطط، يعني برولونغاسيون، إنه مجرد تمدد حسب التعابير المخابراتية الفرنسية، تمدد من الجزائر لهذا للتدخل كان آنذاك عبر جنرالات حلفاء لفرنسا. واليوم أيضا الحرب ضد الإرهاب ستستمر لسبب بسيط، هو هؤلاء الجنرالات اليوم المتحالفين مع فرنسا. وهناك إجهاض الدولة الإسلامية في مالي كما أجهضت تماما في الجزائر. إذا هذا الترتيب هو ترتيب فرنسي، وهكذا يفكر الفرنسيون، لكن الخطر هو استثمار هذه الورقة السلفية ضد أردوغان. فإما الحرب أن تكون إثنية كردية تركية، وحرب أهلية ضرورية في نظرهم، وتصل إلى الدولة الكردية في مقابل الأتراك، لأن هذه هي طريقتهم الوحيدة في تفكيك الأمة التركية. هذه زاوية واضحة للغاية. وبالتالي فإن طرد أغلب الضباط المخابرات التركية العاملة على الأراضي الأوروبية هذا إجراء دقيق وخطير للغاية، وقد يمس الأمن القومي التركي، لأنهم لا يستطيعون اليوم المواجهة إلا على الصعيد الاستخباري. الورقة السلفية الإماراتية الفرنسية المعمول بها من براخان وتصديرها إلى المخيمات وإعلاء وإحراق المخيم بكامله من أجل العودة ببعض المهجرين والمهاجرين إلى الحدود التركية، وغير ذلك من الترتيبات التي
تصنعها المخابرات اليونانية. اليونانيون الذين يعرفون جيدا، نحن نعرف جيدا على أن المخابرات اليونانية هي آخر ما التقى بأوجلان. نحن ندرك على أن بعد خروجه من سفارة اليونان في كينيا آنذاك اعتقل وأسر إلى أنقرة. إنها علاقات حميمة وثيقة دقيقة إلى حد بعيد، إلى درجة أن يمكن القول مباشرة وحسب المخابرات أحدى الوثائق بالنسبة للسي آي إي، فإن 80% من العمليات التي كان يقوم بها الحزب العمالي الكردستاني، 80% و10% لنظام الأسد. فهذا هو الذي كان ضد تركيا تماما. إذا عندما تؤكد السي آي إيه أن 80% من اللوجستيك ومن الحماية للعناصر أوجلان، فإنه يكشف تماما مدى الضرورة والقدرة التي يجب أن تكون من الطرف الآخر ومن الأتراك الذين نجحوا في كينيا وفي أفريقيا من أجل أخذ وأسر أوجلان. قد تكون لديهم عمليات خاصة أخرى، هذا كلام آخر، لكن من المهم جدا أن نعرف على أن أوروبا كلها ستكون ساحة للسلفيين ضد الإخوان المحسوب عليهم أردوغان. وأيضا هناك ترتيب لا يريد أن يدخل فيه البريطانيون في وقت سابق، وأيضا الأمريكيون، هو دعم لماكرون من أجل إعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. هذا ما يتدارسه الآن ماكرون من أجل إعطاء هذه الصيغة، هذا الحقد الدفين، وإلحاق أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي بالإخوان، وآنذاك ستكون حربا على الإرهاب عندما تكون الحرب على تركيا. إذن هذا العزل بهذه الدرجة هو الذي يريده الآن ماكرون، ووقع عليه أربع من ليبرون، أربع من البارونات المخابرات في ميد سبعة أو ميد سيفن، أي المجموعة السبعة لجنوب المتوسط. هنا تكمن الخطورة، هنا يأتي التحدي. أين بالنسبة لهذه الورقة، فإغلاق الحدود ومراقبتها كان مهما جدا. ثانيا بالنسبة لأردوغان، فلديه أوراق أخرى أهمها هو التجسس على هذه الفئة، وهذا مهم جدا بالنسبة لتركيا. ولديها سبق كبير في جولان، فعندما عرفنا كيف لهذا التنظيم تحول إلى عدو مباشر ومفكك رغم أنه أقوى بكثير من السلفيين، فإن تكرار العملية أو الحرب ضد السلفيين بين قوسين، هؤلاء الذين ضد أردوغان لدى القدرة، لدى المخابرات التركية القدرة في عزل هؤلاء السلفيين أو دفعهم إلى الجبهات الخارجية عندما تكون الحرب ضد الرومي، لأنه لا يمكن في نظر البعض أن يكون السلفي وأن تكون حربا ضد الروميين كما يسمى، إلى درجة على أن هذا الاصطلاح يطلق أيضا على قبرص الرومية، يعني اليونانية فهي رومية، فهناك حدود بين المسيحية والإسلام بالنسبة للحدود التركية اليونانية والإسلامية الرومية وغير ذلك، يعني الروم. إذا المسألة تتعلق بإمكانية المخابرات في أي لحظة لعمل حرب ضد السلفيين، وإمكانية الوصول معهم إلى تسوية أو على الأقل عزلهم أو تحييدهم، وهذا شيء محتمل وحدث أيضا حتى من داخل الأكراد أنفسهم بالنسبة لصفهم السلفي. وبذلك فإننا نكشف اليوم خطط المخابرات، خطط ماكرون، الخطة الخطيرة لماكرون التي قال على أنها هي خطة الجحيم،
خطة المذبحة أو ما سمي أيضا في الصحف اليونانية بهذه الخطة، خطة المذبحة، فإننا نكشف اليوم هذه الخطة ونؤكد على أن المخابرات التي حيدت جولان يمكن أن تحيد التنظيمات الإسلامية المتطرفة والتي لديها رؤية أخرى، لكن هذا بالنسبة لماكرون غير محتمل، وهناك تأييد لصف سلفي ضد أردوغان يجري اليوم في كل المناطق وبدعاية ومخابرات الفرنسية. إيمي يعمل جاهدا على هذه الترتيبات ل 3.2 مليون يورو. هذا البروباغندا التي يمكن أن تخلق مشكلا حقيقيا أمام العزل وأمام عزل الإسلاميين عن الديمقراطية، بالادعاء على أن الديمقراطية ليست مصطلحة من الإسلام، وبذلك لا يمكن قبول السلوك مع المثليين وإلى آخره، كما نجدها دائما، رغم أن الحرية هي الإسلام والإسلام هو الحرية تماما. وبالتالي فإن من آية لا إكراه في الدين في سورة البقرة وإلى لكم دينكم ولي دين، بينهما في القرآن 100 آية لحرية التدين ولا إكراه، والإسلام لا يحتاج لمكره ولا إكراه في شيء. لذلك فالمسألة اليوم نحو إما أن تكون الإسلام حضاريا، وإما أن يكون هناك إسلام مخابراتي بالأساس يعمل كل ما في جهده لعزل أردوغان، وهذا ما يجب تجنيبه. والمخابرات التركية تعلم الخطة وتعلم كيف يمكن مواجهتها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.